وصلنا على فقرة النشاط والطاقة والأجسام الحلوة والحيوية يلا والحيوية. كل الصبايا بالصيف هلا عم يسألوا كيف بدي نزل وزني، يعني ليا مقولات بتتضارب اليوم. خبراء التغذية بيقولوا إذا لعبتوا رياضة نوعا ما فيكم تحرقوا، اللي بيشتغلوا بالرياضة أو مدربين الرياضة الكوتشز بيقولوا إنه يمكن رياضة لحالها ما بتكفي، نحن بحاجة نظام غذائي. وبضل يمكن حال الشباب والصبايا كيف بدي نزل وزني، في أشخاص بتلعب رياضة وما بينزل وزنها فورا، وفي أشخاص بيستجيب جسمها. كل هاي القصص وكل هاي التساؤلات اليوم رح نناقشها مع المدربة لورا مكران. صباح الخير وأهلا صباح وسهلا. النور، أهلا فيك. صباح الخير لورا، صباح أهلا النور، وسهلا فيك. هلا يعني هلا. بالبداية نحن دائما 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 بنتفاجأ بفصل الصيف إنه عنا يمكن وزن زائد، صح، دائما بنصير نقول يي سمنانين يي، بس بين وهلا عوامل بدنا الشتاء، ننزل وزننا، هلا صح يعني بظرف يومين لازم ننزل الوزن. صح خلينا نحكي يمكن عن هي الظاهرة، ظاهرة تمركز الدهون بمناطق محددة بالجسم، تمام. ليش بتصير؟ هلا بداية كلياتنا بنعرف انه نحن فصل الشتاء هو فصل الخمول، ونحن تبع انه خلص دوبنا نحن نخلص الشغل ونرجع على الفرشة وخلص، لا بدنا رياضة ولا بدنا شيء. هلا السبب اللي نحن اكثر شيء كصبايا بنعاني منه اللي هي منطقة الخواصر والمعدة، وغالبا بيسألوا لي انه نحن كوتش ليه بنسمن بس من الخواصر والمعدة، انه انا اكثر شيء بسمن هي القرنة. هي القرنة تحديدا هي بتعتمد 70% على النظام الغذائي وعلى نوعية الأكل. نحن غالبا الصبايا بنحب الشوكولا ونحب أكلات الحلو ونحب ندلل حالنا، فسبب تمركز هي المنطقة هي 70% بتعتمد على النظام الغذائي. أما بالنسبة لبقية الجسم فهي وضع طبيعي، بالكارديو فينا ننزلها، بس بكل الرياضة نحن دائما بنعتمد على النظام الغذائي، بس أكثر شيء منطقة الخواصر والمعدة، فهذا سبب تمركزها بأراني معينة اللي هي طبيعة الأكل وأنواع الأكل اللي نحن عم ناكلها. تمام. ومنطقة الأرداف إذا بدنا نقول كمان في نسبة كتير من الصبايا بيعانوا منطقة منها. الأرداف غالبا هي بتكون الأعداد الطويلة، أو ممكن تكون طبيعة جسم هي فينا نقول تمركز الدهون بمنطقة الأرداف، تعود لكذا سبب يعني. تمام. طيب. في فكرة يمكن خلينا نحكي عنها، كم مع بداية الصيف بنبلش نروح على الجيم، بدنا نروح نسبح، تمام، بدنا نظبط ذا كلين بودي، الجسم، تمام، تمام بدنا نظبط جسمنا، ومثل ما قلت بوقت بفترة قصيرة أكيد ما حيكون أكيد. جسمك مثالي. اليوم يمكن كيف فينا نمرق الصيف ولحتى يمكن نظبط الأمور قدر المستطاع، تمام وكيف فينا نحن نحافظ على حالنا صيفا شتاء؟ تمام هلا اولا نحن كثير اكبر غلط انه نحن نعتمد على الفصل لحتى نعرف نلعب او لحتى مثلا نعطي الرياضه حقها. هلا اولا الرياضه هي بكل الفصول، وهي مو لانه بس هوايه او هي نحن مشان نمرن حالنا، هلا هي واجبه علينا لعده اسباب. ان كان صغير فهي بتساعده على النمو بشكل طبيعي، بشكل متناسق، بشكل صحي. الشاب هو عم بيحافظ على جسم رشيق على شكل حلو، الكبير هو عم يمنع من دخول اي شيء سلبي على جسمه، عم يمنع مثلا من عوارض الشيخوخه، ارتفاع السكري، كثير عوارض ثانيه، عفوا التجلطات، في كثير امور بيحمي حاله منها. فنحن من المفروض معناها ما نحط الرياضه هي حكر على فصل، اولا. ثانيا الشتاء بالذات نحن من المفروض ما نوقف فيه رياضة لأنه الجسم بيكون بحالة خمول فظيعة. نحن دائما يمكن بفصل نحن ضمن الشتاء النوم، نرمينا، نحن كثير بنحب ننام، بننسى ببعض بنحب الأحيان ناكل نقرش، إنه جسمنا يمكن رح يخزن دهون وسلوليت لأيام الصيف يلي هلا كل الصبايا عم يعانوا منها. في عندي دهون ويا عندي قصص بدي اخبيها. مثل ما قلتي يمكن هي حالة اذا بدي اقول الاهمال من قبلنا نحن كسول، شعب كسول، يعني قصة ممارسة الرياضة يمكن ما لنا ثقافة يومية بحياتنا. صح. خلينا نفوت هيك قبل ما يداهمنا الوقت بالعملي فورا، نحكي اليوم شو التمارين اليوم الرياضية يلي قادرة تحرق كل منطقة بالجسم سواء بالخواصر او بالمعدة او بالارداف. تمام. هلا الرياضة كل شيء بالرياضة بفيد، ما في نوع رياضة فينا نقول انه هو بفيد اكثر من الثاني، كل شيء بفيد.
بس مثلا في رياضه بتناسب فئه معينه من العالم ما بتناسب فئه ثانيه، بتناسب فئه عمريه ما بتناسب فئه عمريه ثانيه. فنحن كل حدا بيقدر يفوت باختصاصه، الكبير بالعمر اكيد ما فيه يفوت نفس الرياضه اللي هي للشباب. فنحن بنشوف الرياضه اللي بنحبها، الرياضه اللي بتستهوينا، تخلي مزاجنا يتغير، بنحس حالنا ان احنا حرقنا فيها استفدنا منها، بالاضافه بحس انه تتناسب مع جسمنا، او في حال اي حدا مثلا عنده وضع صحي بالنسبه للظهر بالنسبه للرقبه الى الوضع اللي بيناسبه اكثر شيء. اما بالنسبه للاكل بالنسبه لهي المواضيع كلها، هلا من المفروض قبل الرياضه نحن قبل بساعتين ما نكون اكلين. ليش؟ لانه الدم بيتمركز بالمعده فبيسبب خمول، بالاضافه انه بيسبب اعراض تانية اللي هي مثل الصداع ومثل وهن بالجسم، ما عاد يقدر يلعب رياضه بشكل صحيح. بالاضافه بعد الرياضه في كثير انا على اكلين كوتش، هلا قبل ما نجي بنص ساعه ما لحقنا جايين من الشغل، هذا اكبر غلط. من المفروض نحن نمرق لو وجبه خفيفه خلال الشغل. شغله تانية اللي هي بعد الرياضه، بيطلعوا من الرياضه بيروحوا فورا بياكلوا. طب ما نحن كنا عم نحرق كالوري اكيد مشان نطلع نعوضه، حتى اذا بدنا نطلع ناكل بعد الرياضه بنطلع ناكل وجبه خفيفه بحيث ما نعوض يلي حرقنا بس نعوض نسبه خفيفه يلي هو الجسم بحاجته. لا تقل عن 30 ل 40 دقيقه، يعني بدنا تقريبا ساعه بعد الرياضه الا يلي بده يزيد وزنه يفتحها تماما. فهي بالنسبه للاكل، هي الاخطاء اللي كثير شائعه وعم بسمع انه نحن بنجي اكلين وبنطلع بعد النادي بناكل، فهي كثير كثير غلط كبير، وهذا سبب كثير عوامل انه عالم ما بتنزل بالرياضه. يقول لي كوتش نحن ما عم ننزل سمنه قد ايه؟ اولا بترجع للاكل، ثانيا بترجع لاستقلاب الجسم، ثالثا بترجع للجهد اللي انت عم تعطيني اياه. ففي كثير شغلات عم تستغرب العالم منها، فهي بترجع للشخص نفسه. نعم كوتش، يمكن كثير مننا صار وقته ما بقى يسمح له يعمل رياضه، صار كثير في شغل ساعات طويله بالدوام، وحتى يمكن اعراض صحيه عم تصيب من وراء قعده الكمبيوتر ومن وراء قصص ثانيه عم تعمل خمول وتمركز دهون. اليوم فينا نحن يمكن نمارس الرياضه بالليل او الظهر او حسب الوقت الفراغ وقد المده لازم نمارس فيها رياضه؟ هلا بالنسبه لاي حدا عنده دوام طويل، طبعا في عالم اكيد ظروفه هي قاهره انه لازم دوامها اي الساعات، فهو ما بيقدر يعمل اي شيء، لا اجازه ولا اي شيء ساعيه. هذا الشخص فيه يلعب المساء، بنفس الوقت فيه يحافظ على معدل اكله بداخل اليوم تبعه. يعني هلا هو كونه في قعده طويله بدنا نحافظ نحن على نوعيه الاكل يلي ما بتتمركز باراني معينه، يعني بدنا نساعد حالنا 50% بنوعيه الاكل اللي عم ناكله. بالاضافه بعد النهايه من العمل انا باكل وجبتي اللي هي قبل بساعتين من الرياضه، بريح عضلات جسمي، بكون بحالة نشاط أو استعداد للرياضة أو هالساعة اللي أنا مخصصتها إلي. بروح تقريباً نحن بدنا ساعة لساعة ونص، يوم أي يوم لا حسب همة الشخص، ولكن كبداية نحن بننصح يوم أي يوم لا ساعة بدائياً، بعدين فينا نزيد حسب اللياقة وحسب الجهد. أما بالنسبة للي معه وقت أو مثلاً هو داخل البيت ما بيقدر يروح على النادي، يفضل لو بأي طريقة ساعة باليوم ما بتمنع من أي شيء. يعني هي نحن مثل ما حكينا لا لهواية ولا لقصة إنه محبة أو لا، بس هي حفاظ على شكل الجسم وحفاظ لأكثر الأستمام لأكثر شيء مهم نحن اللي هو الصحة وعدم تعرضنا لأي شيء سلبي، والله يحمي الجميع يا رب. لورا، يعني في سؤال مهم، أمتى ببلش الجسم يحرق؟ يعني قديش لازم انا اعطيه جهد لاقول انه حرق؟ في مثلا سيدات منزل بيقول لك اشتغلت البيت فتحركت، في اشخاص بيقول لك عملت تمارين صباحيه، يعني حركتين على اليمين حركتين على اليسار، فاعتبر حاله لعب رياضه صباحيه. هي المشكله. هلا اولا بيقولوا لي انا كل يوم عم بلعب تمارين معده مثلا، ما هي الشغله مو انك تلعبي، لا انت العضله وقت بتزيدي عليها اصلا ما عاد بتعطي استقلاب، فهي بتفرز ماده فيها كورتيزون بتوقف العضله، ما عاد بتعطي اي شيء. اولا اللعب لنفس العضله يوميا هو كثير غلط، يعني هو مو انت ما عم تفيدي العضله او انه انت عم تنحتي منطقه معينه، لا. ثانيا بدك انت تمشي بشكل تكنيك صح، يعني انا ببلش بالكارديو بلعب لك العضلات الجسم، نظم غذائي وبعدين بلعب بساعات صح. يعني انا اذا بدي العب الصبح بلعب كل يوم الصبح كارديو، كل يوم بلعب مثلا اليوم لعبت العضلتين ثاني يوم ما بلعب لنفس العضلتين، بريح بشتغل على عضلات ثانيه. ففي عالم فكروا انه نحن كل ما زدنا التمرين على نفس العضله فهو نحن عملنا انجاز. صح. شغله ثانيه، شغل البيت هو ابدا ما له علاقة. نحن طبعا هذا الشيء من حياتنا اليومية، أكيد رح نحرق كالوري بس مو بقدر الرياضة ولا يشبه أبدا بالرياضة، وإلا كان كل ستات البيوت لقيناهم سمبتيك وبيجنن موديل تماما. فالشغلة إنه الرياضة أصلا هي همة إنك أنت تلبسي وتطلعي على النادي، هي لحالة بحد ذاتها هي عمل وجهد. أما بالنسبة للي ما بتقدر تطلع برات البيت بقلب البيت، فهي بدها تحافظ على
طريقة اللعب. يعني ممكن تفتح على اليوتيوب تتثقف، ممكن تحت إشراف كوتش تسأله شو التمارين، شو اللي لازم أكله، شو اللي لازم أعمله، ولكن ما تلعب من عنده أو مجرد تصفح على اليوتيوب. في كتير أخطاء ممكن تصير، في كتير تمارين ممكن تساويها غلط تضر حالة، فهذا أكبر غلط ممكن يعني تصير. مع النصيحة اللي هي كتير منتشرة هلأ، أنا خلص بالبيت بفتح يوتيوب أو على الفيسبوك بشوف شو منازلين شو جديد وصير بطبقها بالبيت. تماماً، هي أكبر غلط. مو كل جسم مثل الثاني أكيد. أكيد. أنا نشكرك كتير وشكراً على الصباح الحلو. شكراً حبيبي. لورا، يعني بدنا نحكي أنه يعني الخلاصة أنه لازم رياضة، ممارسة الرياضة والنظام الغذائي مع بعض لنحصل على النتيجة المفيدة. شكراً كتير إليك.